دقلة وحليب مع الدكتور لذيذ منصر. مرحبا بكم أحبابنا المستمعين، أسعد الله صباحكم وبارك في الخير أعمالكم. قرر ابن نوح أن لا يتغير، وقررت امرأة فرعون أن تتغير. الأول نشأ عند أكبر داعية، والثانية نشأت تحت سقف أكبر طاغية. هذا من ملاحظة أحد المفكرين، وهذه ملاحظة موفقة إلى حد بعيد، ومقارنة لطيفة أيضا تنبئ عن فطنة وعن ذكاء. والخلاصة هنا أن الإنسان حر، وعندما يقرر الإنسان فإنه يكون حرا بالضرورة، وهذه الحرية فوق الجينات وفوق المورثات وفوق البيئات. ننتظر أن يتحرك زيد شمالا فيتحرك جنوبا، وننتظر أن يتحرك عمر جنوبا فيتحرك شمالا. ننتظر بمعنى نتوقع بعد إعمال رأي وبعد تدبر وبعد تفكير. تقول أن هذا الفرد ابن إنسان صالح فلا ترى من هذا الابن صلاحا، وتقول أن هذا الفرد نشأ في بيئة فاسدة فترى منه صلاحا كثيرا يفاجئك. تقول في نفسك أن ابن هذا الأستاذ المبرز والشهير سيكون عبقريا، ولكنه لا يكون ذلك العبقري المنتظر. وتقول في نفسك أن ابن هذه العائلة المحتاجة المعدمة لن يذهب بعيدا في الدراسة، ولكنه يتفوق تفوقا معجزا عجيبا. بينما تتوقع من الناس وما يكون منهم، هناك دائما هو، هناك مسافة، هناك إرادة الله الفعال لما يريد، وهناك حرية الإنسان، وهناك قرار الإنسان، وهناك السبيل الذي اختاره هذا الإنسان. ولو كانت الأمور بالتوقعات والحسابات فإنه لا يكون على الأرض جديد، ولا يكون هناك تجديد، ولا يكون هناك تغيير ولا تغير. طبعا مثال نوح مثال بليغ، لأن نوح عليه السلام نبي وقدوة، والله يمنح أنبياءه كثيرا من الموفقية وكثيرا من الحكمة، ويمنحهم أيضا الكثير من المقدرة على الإقناع والنصح وعلى التوجيه. ومع توفر ورغم توفر كل هذه الشروط وتوفر كل الإمكانيات، فإن ابنه لم يركب في السفينة، ولقد ركبها من هم غير قريبين من نوح عليه السلام. مثال زوجة فرعون أيضا مثال بليغ، فللزوج تأثير كبير على زوجته، خصوصا إذا كان فرعونا بعيد السلطان، لا يرى من حوله إلا ما يرى هذا الفرعون. وكل الأمثلة الأخرى التي قد نعرض لها أو نجدها كلها تقع بين هذين الحدين، حد أقصى من هنا وحد أقصى من هناك. ما الذي يعنينا في كل هذا ومن كل هذا؟ يعنينا القول والتذكير أن الإنسان حر، وأنه يختار، وأنه موجه لحياته. وحرية الإنسان إما تكون خيرا أقصى، وإما تكون شرا أقصى. وأن تكون هذه الحرية في هذا الطرف الأقصى أو ذاك، أن تكون هكذا يجب أن لا يدفعنا ولا يشجعنا لنفي الحرية وتجاوز الحرية، لأنها قد تقود إلى شر أقصى. فالحرية تكوينية في الإنسان، زرعها الله تعالى في هذا الإنسان، زرعها زرعا، لا هو قادر على التنصل منها ولا غيره قادر على حرمانه منها مطلقا. الإنسان إما أن يكون حرا أو هو يسعى ليكون كذلك، ويسعى لافتكاك حريته المسلوبة. البعض يريد التنصل من هذه الحرية، البعض ينطلق من وضعه العائلي مثلا، وضع صعب، وضع عسير، ليقول لا أقدر على شيء، أنا منذ البداية محكوم علي، محكوم علي مثلا بالفشل، ولا فائدة من المحاولة ولا فائدة من المغامرة. هو عندما يقول هكذا يمارس حريته، وممارسته للحرية هنا ممارسة سيئة ومضرة. هو يختار الكسل والتقاعس، وقد كان بوسعه الاختيار في اتجاه مخالف معاكس، ولو بحث حوله لوجد أناسا كثر يتخطون في ظروف أسوأ من ظرفه، يتخطون الأزمات ويتخطون الصعاب، ولكن هؤلاء قدروا على القفز وعلى التجاوز عكسه هو. يلتفت الواحد إلى محيطه فيقول الناس الكل حفارة، ومصيري أن أكون فأرا كبقية الفئران. هذا حال من يبرر الكسل ويتواكل ويحتج بواهي الحجج.
قد يستقيم هذا في عالم الحيوان أكرمكم الله، أما في عالم الإنسان فهذا لا يستقيم، وما يستقيم هو العكس تماما. ولهذا خلق الإنسان، ولهذا كانت حياته على هذه الأرض. أن يؤمن الإنسان بحريته هذا من الخير الذي وجب دعمه والانتصار له من منطلق إنساني عام وواسع، وأيضا وخصوصا من منطلق إيماني وإسلامي. أن يؤمن الإنسان بحريته هذا يحول منه إنسانا مريدا، وإرادة الإنسان مباركة. صحيح أنه لا يكون لهذا الإنسان دائما ما يريد، ولكنه إذا لم يكن مريدا لم يكن كما أراد الله له ويريد له دائما أن يكون. دمتم رحماء ودمتم مرحومين. دقلة وحليب مع الدكتور لهذه منصر.